مشاهدينا المحترمين، سلام الله عليكم، اهلا بكم الى حلقه جديده من استوديو الجزائر، تاتيكم على الهواء مباشره من قناه البلاد. طبعا الحدث الكورونا، الارقام كورونا، التحليلات كورونا، الاتصالات كورونا، ايام صعبه على الجزائر وصعبه ايضا على العالم، ايام لمواجهه هذا الوباء، للوقوف جميعا، كل واحد في مكانه، كل واحد في وظيفته، حتى المواطن الذي يبقى في منزله حاليا ولا يخرج ويمتثل لتعليمات السلطات فهو بذلك يشارك. اليوم ربما الكورونا دائما فيها وفيات، نذكر أرقام هنا وأرقام هناك، لكن اليوم هنالك وفاة. طبعا جميع الأرواح مهمة، لكن اليوم ربما لأنه أحد الجنود الأساسيين في الخطوط الأمامية لمواجهة كورونا توفي جراء هذا المرض وهذا الفيروس الخبيث. طبعا الأمر يتعلق بالبروفيسور سي أحمد مهدي، وهو رئيس قسم الجراحة العامة في مستشفى فرانس فانون في البوليدة. طبعا كان هو ضمن الطاقم الأساسي لمواجهة هذا المرض، هذا الفيروس، في ولاية البوليدة التي تعتبر ربما أكثر الولايات التي شهدت للأسف إصابات بهذا الفيروس وبهذا الوباء. طبعا الطبيب سي أحمد مهدي معروف لدى الطاقم الطبي هناك في ولاية البوليدة، معروف بتواضعه، معروف بعلمه، معروف بأنه ركيزة أساسية من ركائز هذا المستشفى الجامعي، ومعروف أيضا لدى طلبة الطب. طبعا منذ أيام اكتشفناه نحن ربما الذين لا نعرفه شخصيا، طبعا من خلال منشورات هؤلاء الطلبة وهؤلاء الأطباء في وسائل التواصل الاجتماعي، كانوا حينها يرفعون الدعوات، عسى الله سبحانه وتعالى أن يعطيه أملا في حياة جديدة وأن يتجاوز هذا المرض وأن يتغلب على فيروس كورونا. لكن الله قدر أن يغادرنا هذا الطبيب، هذا المجاهد في الخطوط الأمامية ضد هذا الوباء الخطير. طبعا بعدما ساهم هو وإخوته وأخواته من الأطقم الطبية والاستشفائية هناك في إنقاذ الأرواح، في السهر، في البقاء ربما من دون نوم لساعات وساعات طويلة حتى يوجهوا جهودهم قدر المستطاع من أجل إنقاذ المواطنين. طبعا الطبيب سي أحمد مهدي معروف كما قلت لدى طلبة الطب هناك بأنه الأستاذ الطبيب المتواضع، الطبيب الذي يحبه الجميع، محبوب الجميع. كانت هنالك دعوات في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي أن يحميه، أن يرزقه الصحة بعدما أصيب به. طبعا هو لم يخرج للشوارع ولم يشارك في الأحداث اللي فيها زحمة، بل هو ابتلاه الله بهذا الفيروس لما كان يقاوم هذا المرض، لما كان يقف، لما كان لم يشأ أن يذهب إلى منزله إلا بعدما ربما تخور قواه وبعدما يتعب تعبا شديدا، لكنه اليوم توفي هذا الطبيب. طبعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قدم تعازيه الخالصة إلى عائلة البروفيسور سي أحمد مهدي، رئيس مصلحة الجراحة بمستشفى فرانس فانون بالبوليدة، الذي وفته المنية جراء إصابته بوباء كورونا. رئيس تبون وفي تغريدة على تويتر قال: بتأثر شديد بلغني نبأ وفاة المغفور له البروفيسور سي أحمد مهدي، رئيس مصلحة الجراحة بمستشفى فرانس فانون بالبوليدة. كان المرحوم في الخط الأول لمواجهة وباء كورونا مع زملائه، تعازية الخالصة لعائلة الفقيد والأسرة الطبية جمعاء، إن لله وإنا إليه راجعون. طبعا كل التعازي لأسرة الفقيد ولأسرة الطبية طبعا التي نرفع لها القبعة كل يوم بجراء المجهودات التي تقوم بها والصمود الذي تتميز به، نتمنى إن شاء الله من الجميع. طبعا هذه هي تغريدة الرئيس التي عز فيها الفقيد، أسرة الفقيد، وعز فيها أيضا الأسرة الطبية في الجزائر، إن لله وإنا إليه راجعون. حصيلة الكورونا اليوم في الجزائر تزيد ب 73 حالة إصابة مؤكدة، عدد الحالات أمس كان حوالي 511، الآن واليوم 584، بإضافة 35 حالة إصابة جديدة وإضافات أخرى في خصوص الوفيات في الجزائر التي زادت بحوالي 4 وفيات. طبعا الجغرافيا أيضا تغيرت حول إصابات الكورونا.
طبعا الوفيات هي لرجل في بجاية يبلغ من العمر 59 سنة كان على تواصل مع رجل مغترب من فرنسا، ورجل من البليدة يبلغ من العمر 69 سنة. أعتقد أن الأمر البليدة هو يتعلق الأمر بالبروفيسور سي أحمد مهدي. أما وسيدة من وهران تبلغ من العمر 63 سنة، ورجل من وهران يبلغ من العمر 67 سنة. طبعا كانت هذه آخر الأرقام التي قدمها البروفيسور جمال فرار الناطق باسم اللجنة العلمية لمتابعة تطور وباء كورونا في الجزائر. أعتقد أنه عندنا تصريحات لسي فرار لنسمعه، أو أنه مش جاهزة التصريحات حتى الآن. على كل حال أسعد في هذه الحلقة أن يكون معي ليس هنا في الاستوديو، طبعا الظروف الاستثنائية تقتضي أن يكون لنا ضيوف عبر سكايب. طبعا يكون معنا في الجزء الأول البروفيسور عبد المؤمن مكي، وهو عالم فيروسات بالمستشفى الجامعي بليون وخبير في منظمة الصحة العالمية. وفي الجزء الثاني بحول الله الدكتور محمد النجار، وهو طبيب الأسرة في لندن وأحد المشاركين في جهود مكافحة الكورونا في المملكة المتحدة. الجزء الثالث بحول الله سيكون معنا الدكتور حسام كوريب، وهو طبيب مختص في أمراض الشيخوخة بليون بفرنسا. طبعا اليوم ربما أهم الأحداث هو زيارة الوزير الأول عبد العزيز جراد إلى ولاية البليدة. شاهدنا الوزير الأول ربما في هذه الزيارة، هي صحيح زيارة تفقدية يقوم بها الوزير الأول، يتفقد خصوصا المستشفى الجامعي فرانس فانون، وأيضا إحدى المناطق أو إحدى المؤسسات لإنتاج السميد. طبعا الجانب الصحي والجانب ربما توفير السلع الأساسية هي مهمة، لكنها كانت الزيارة رسالة بأن الجميع مع البليدة. صحيح أنه الخروج والدخول البليدة بتصريح، لكن السلطة التنفيذية تبقى تمارس واجبها في البقاء مع هذه الولاية والبقاء مع هذه المنطقة. طبعا اليوم كانت فيه تصريحات مهمة للوزير الأول. طبعا ربما فيه تصريح أول فيه جانب استراتيجي. الوزير الأول عبد العزيز جراد قال العالم قبل كورونا لن يكون كما العالم بعد كورونا، موازين كثيرة تتغير، جوانب عديدة في العلاقات الدولية ستتغير، وبالتالي سوف يكون على الجزائر أن تتماشى مع هذه التغيرات. لنستمع إلى تصريح الوزير الأول. كما ترون الآن العالم في أزمة شاملة بسبب هذا المرض، لكن له انعكاس على اقتصاديات العالم وعلى الزراعة في العالم وعلى الصناعة في العالم، وبالتالي يجب أن نفكر الآن العالم كامل يفكر فيما بعد كورونا. فهذا البعد العالمي لازمنا نفكره، الجزائر مش وحدها مش معزولة، وبالتالي يجب أن نربط مصيرنا بعلاقات دولية عادلة تؤمن بأن الأولوية هي حماية الإنسان كإنسان والإنسانية كإنسانية، وهذا هو الدرس تاع هذه الأزمة وهذا المأساة. العالم كان عالم ما قبل كورونا وعالم ما بعد كورونا. شكرا جزيلا. طبعا الفكرة واضحة، الأولوية ستكون هي حماية الإنسان كإنسان وحماية الإنسانية كإنسانية، وبالتالي هذا هو محور التغير حسب الوزير الأول في ما قبل كورونا وما بعد كورونا. البروفيسور مكي عبد المؤمن، وش رأيك في هذه التصريحات؟ حماية الإنسان كإنسان هي الأساس، ربما أولويات البشرية ستتغير بعد هذا الحدث الجلل الذي نعيشه حاليا. نعم، مساء الخير سيدي، تحية لك ولكل المشاهدين. وقبل كل شيء نقدم تعازينا لعائلة الفقيد الأستاذ مهدي بالبليدة وإلى كل العائلة الطبية، وأنا واحد منهم، فنترحم على كل شهداء هذا الوباء على كل الكرة الأرضية، من تركيا من المسلمين، على كل الحقيقة وحتى غير المسلمين، فهذا وباء يصيب الإنسانية بجمعاء، فندعو الرحمة والمغفرة والثواب. بالنسبة لسؤالك سيدي الكريم، نعم نحن حتى في من ناحية الدينية نحن إخوة في الإنسانية وأخوة في سيدنا موسى وفي سيدنا عيسى وفي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فما قاله السيد رئيس الوزراء هو شيء مهم، لأنه بسبب هذا الفيروس وهذا الوباء غير كل معايير الاقتصاد، معايير الإنسانية، معايير التحاور،
فلم يسمح يتكلم اليوم لا السلاح النووي فعلا ولا السلاح الذري ولا اي ولا الجي 20 الدول العشرين المتقدمه ولا الجيسات السبعه الاكبر الغناء. فاصبح اليوم الامريكي كالسنغالي كالبوركينابي كالجزائري كالمغربي كالتونسي كالفيتنامي. فالنظريه هذه ما اطلبه عن طريق شاشتكم الكريمه وندائي لسيد رئيس الوزراء والى كل المسؤولين، لماذا من سبب هذا الوباء ان نكون نخبه من النخب العظيمه الهائله من الجزائريين داخل الوطن وخارج الوطن، وتكون هذه النخبه من بينها ليس الاطباء فقط، العلماء والفلاسفه والاساتذه ورجال الاقتصاد وعلماء الكمبيوتر والحقوقيين، حتى نرى كيف نجعل منبارا ومناره سوف ما يكون، لانه نعم هذه النخب ينبغي لها ان اليوم ان سمحني اتفضل سمحني لانه الادمغه في اوروبا في المانيا وفي فرنسا وفي امريكا انهم يهيئون ما سوف يكون ما بعد الوباء وكيف تكون هذه السياسات. هذا لانه كل الفكر الذي كان يطور العالم الجديد فسوف هذا الوباء تقريبا كسره ودمره حاليا فعلا. اوروبا تتساءل نفسها هل ستبقى اوروبا اوروبا شنغن من بعد الوباء ام لا؟ طبعا طبعا ربما حتى نمضي ربما في مقاطع اخرى بروفيسور. طبعا اوروبا حاليا تطرح عليها اسئله كثيره، خصوصا انه في ايطاليا مثلا يعني تم انزال اعلام الاتحاد الاوروبي وتم رفع العلم الصيني، وفي هذا رساله كبيره. طبعا الوزير الاول ربما قدم تحية إلى الأطقم الطبية وصفهم بأنهم جيش الجزائر في مواجهة وباء كورونا. طبعا كان هذه التحية وهذا الإشادة بالدور الأجهزة الطبية بعدما ترحم وقرأ فاتحة الكتاب على روح شهيد المهنة الطبيب البروفيسور سي أحمد مهدي. نشاهد هذا المقطع مشاهدين. هل جاهز المقطع؟ مقطع الإشادة بالصحة. طبعا الوزير الأول أشاد كثيرا بمهني الصحة واعتبرهم جيش الجزائر في المواجهة. نشاهد هذا المقطع مشاهدين. إلى كل الطاقم الطبي العمومي أود أن أقول بأن بلدكم بحاجة لعزيمتكم وتفانيكم في التصدي للوباء. إن الدولة ستوفر كل وسائل الوقاية والحماية لجميع مستخدمي الصحة، كما سيتم تزويد الممارسين الخواص بكل الوسائل على مستوى مراكز توزيع مستحدات في كل ولاية. إن ضمان سلامة وصحة مستخدمي الصحة العمومية والخاصة ليست فقط ضرورة بل هي محور أساسي في استراتيجية الدولة للتصدي لوباء كورونا المستجد. كما أود أن أشكر وأن أشجع كل مستخدم الصحة الذين يحاربون بقوة وبعزم من أجل حماية مواطنينا وإنقاذ حياة منهم في خطر. إنكم حقيقة جيش الجزائر الصحي الذي سيتغلب بإذن الله تعالى على هذا الوباء. وهنا أناشد روح الوطنية التي لا تضاهيها سوى الروح المهنية لدى كل عناصر السلك الطبي الخاص والعام الذي يشكل ركيزة أساسية لنظامنا الصحي الوطني. وأقول دون مبالغة بأنكم أنتم خطوط الدفاع الخلفية للنظام الصحي. طبعا جيش الصحة الوطني وخطوط الأولى في نظامنا الصحي، وطبعا الروح الوطنية التي يجسدها الشهيد البروفيسور سي أحمد مهدي الذي ضحى بحياته من أجل مجتمعه من أجل مواطني بلده. البروفيسور مكي، ما رأيك الآن؟ الشكر والتشجيع وحديث عن ضرورة تقديم جميع وسائل الوقاية، تقديم جميع الدعم الذي تستحقه هذه الفئة بروفيسور. نعم سيدي،
تسمح لي نقولها بالفرنسية وترجمها بالعربية. تفضل. Un État et un pays n'est fort que quand il y a une santé publique forte et une santé privée forte. دولة تكون دولة قوية بكل المعايير عندما يكون نظام صحي عمومي قوي ونظام صحي خاص قوي حتى يكون فيه تبادل ما بين الأنظمة النظامين الصحي والخاص وحتى يكون فيه توازن وتبادل الخبرات ما بين الخواص والعام الطب العام وتكون فيه قوة لأنه الطب الخاص لا يستطيع أن يعالج أمة أو وطن أو 40 مليون نسمة. القطاع الخاص هو قطاع مهم فيه قدرات مالية كبيرة لتوفير العلاج لكن لازم على الدولة أن تكون كدولة قوية بقوة مؤسساتها الطبية الصحية العمومية وتدعم كما تدعم أضرار تدعم تليمسان تدعم قسنطينة تدعم جلفة تدعم تيارت تدعم غليزان تدعم مسينة وبوسعادة. فسيدي الكريم نوجه هذا النداء كذلك كما وجه السيد رئيس الوزراء النداء إلى السلك الطبي بسفتك طبيب أوجه نداء له وأناشده وأناشد سيد رئيس الجمهورية وكل الطاقم لماذا عندنا نحن نفتخر بالمستشفى العسكري سواء في قسنطينة سواء في وهران سواء في الجزائر العاصمة نفتخر بالمستشفى الشرطة وهو من أكبر مستشفيات الذي أسس جديدا في مدينة وهران الجميلة لماذا مستشفيات الشرطة والدرك والجيش هم من أعظم المستشفيات وفيهم اللوازم القائمة والمجتمع العام والمستشفيات العامة يعني رأت ما رأته حاليا من هذه السنوات وخاصة من سنوات التسخينات طبعا إلى يوم ربما هذا. الوزير الأول بروفيسور تحدث أيضا ربما بشكل فيه الكثير من الصراحة قال الوزير الأول أن أزمة كورونا قد كشفت وعرت تماما قطاع الصحة في الجزائر وما يعيشه من نقائص كبيرة ومن أخطاء فادحة طبعا هي لتراكمات تتحدث عن كل مرحلة يقول لك المرحلة التي قبلها والتي قبلها تشتكي من التي قبلها هي الأخرى قال لكن أزمة كورونا ستعلمنا الدروس. نستمع إلى الوزير الأول مرة أخرى. وأنتم برهنتم اليوم في من خلال هذا العمل تاعكم بلكم تضحون حقيقة وأنتم جنود حقيقيين لجيش طبي في الجزائر كما قلت. شكرا جزيلا لكم كأساتذة وكدكاترة وكأعوان الطبي في هذا العمل سنكون معكم إن شاء الله. لا تظنون أننا نسيناكم مستحيل نحن نعمل معكم. فلديكم وزير من أسرتكم طبيب كذلك واتصال يكون مباشر بينكم وبينه وبين الوزير الأول ورئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية يحييكم ويقدركم ويقول لكم واصلوا في عملكم نحن معكم إلى نهاية هذه المأساة إن شاء الله. وفي المستقبل لازم أن نفكر ما بعد كورونا لازم نكون متفائلين تفاؤل يجب أن نكون حذرين لكن متفائلين إن شاء الله. طبعا هذا ربما كان تصريح الوزير الأول بخصوص الصحافة الذين سألوه حتى هم الآخرين يعني لهم ربما مخاطر طبعا درجة أقل من مخاطر قطاع الصحة ووعدهم بأن أيضا سيتم أخذ هذا بعين الاعتبار خلال هذه المرحلة. طبعا ربما آخر تدخل معك البروفيسور عبد المؤمن مكي بخصوص أنه ما يمكن أن نستفيده من قطاع الصحة. قطاع الصحة حاليا أسئلة كثيرة تطرح عليه ليس فقط هنا في الجزائر حتى عندكم في فرنسا في إيطاليا في إسبانيا في الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص التجربة الجزائرية هل فعلا سنستفيد من هذه التجربة حتى نطور هذا القطاع الذي طالما اشتكى العاملون فيه واشتكى المواطن واشتكى الجميع بأنه ينبغي أن تشمله إصلاحات حقيقية؟ في ميدانان أساسيان سيدي الكريم لإصلاحهما لكي تعيش الجزائر في رخاء وهناء وسعادة. إصلاح المنظومية التربوية والجامعات لأن المستشفيات هي من الجامعة الطبية وكذلك المستشفيات فلازم الاثنان مع بعض إصلاح وتطوير الجامعات. وعندنا أساتذة في الجزائر داخل الوطن من أعظم وأكبر الأساتذة والأخصائيين وكذلك أكبر منهم
من الجالية الجزائرية في المهجر تسيل مستشفيات وتسيل جامعات ومدراء في المعامل المصانع الكبرى مثل صنوفي ومثل جي اس كا ومثل أبوت ومثل هم جزائريون محض في كندا في أمريكا. فحان الأوان في من بعد كورونا أن نستدعي كل هذا النخب ولا نسيس هذه النخب ونعطوها مجالها العلمي كما يعطى لها في أوروبا أو في أمريكا ويكون لها دفع مالي يعني كبير، أكبر خزينة مالية ربما تخصص للدراسة والعلم وللصحة والبحث. وهنا تكون الجزائر في التطور، لأن نعرف كما ذكر سيدي كيف الدول عاجزة اليوم، حتى في أمريكا في المستشفيات لم يجدوا البلوز يعني الغذاء الحماية فعلا، استعملوا أكياس. فهذا الوباء إن شاء الله سوف يغير من نظرية الشعب الجزائري، شكرا، ومن نظرية المسؤولين، شكرا، حتى نطور الصحة والعلم والتعليم. أشكرك جزيل الشكر البروفيسور عبد المؤمن مكي، عالم الفيروسات بالمستشفى الجامعي بليون في فرنسا والخبير في منظمة الصحة العالمية. أشكرك، كنت ضيفي في هذا الجزء الأول من هذه الحصة. مشاهدي الكرام، بعد قليل نذهب إلى الأسرة، كيف تواجه وباء كورونا، كيف تتعامل مع الحجر الصحي، كيف تراقب الأسرة بنفسها صحة أفرادها، بعد فاصل قصير رفقة البروفيسور محمد النجار طبيب الأسرة في لندن. عدنا مجددا مشاهدينا الكرام، استوديو الجزائر مستمر معكم على الهواء مباشرة. طبعا الكورونا بأبعادها المختلفة وبجوانبها المتعددة، حديثنا ونقاشنا طبعا الآن كما وعدتكم قبل الفاصل بحول الله نتحدث حول الأسرة، صحة الأسرة، كيف تراقب هذه الأسرة صحة أفرادها في فترة الحجر الصحي، وأحيانا نتحدث حول طريقة تسيير فترة الحجر الصحي ربما بكثير من متطلباتها، وضع خاص جدا، الحركة خارج المنزل تقريبا قليلة جدا إلا لفرد أو فردين منها، طبعا كيف يمكن أن في غذائها، كيف يمكن أن تتجاوز هذه ربما التداعيات السلبية لفترة الحجر الصحي، وبعض النصائح الصحية التي تحتاجها الأسر خلال هذه الفترة. وبالتالي ولذلك نسعد بأن نستقبل ونرحب معنا عبر سكايب من لندن الدكتور محمد النجار، وهو طبيب الأسرة، وطبعا هو كما شأنه هو شأن الكثير من الأطباء في العالم، هو أحد الأطباء المشاركين في مواجهة الكورونا في المملكة المتحدة. مساء الخير دكتور. مساء الخير، حياك. أهلا. ربما خلينا لا نبدأ بقضية الأسرة وطب الأسرة، نتحدث ربما بقضية بدأ الحديث عنها كثيرا من مختلف المسؤولين، وهي أنه العالم سيتغير بعد كورونا، ستكون هنالك وضعية أخرى، حالة أخرى، صحة أخرى، استراتيجيات أخرى، أولويات أخرى بعد الكورونا، توافق هذا دكتور؟ طبعا لا شك العالم سيتغير، واستراتيجيات الحكومات الكبيرة في العالم كان بدأت تشعر بتداعيات هذه الأزمة وهذا الوباء الذي ضرب كل تفاصيل الاقتصاد والحياة، شل الحياة بشكل كامل على هذا الكوكب وجعل كل دول الأرض تطبخ وتقف عاجزة هذا المد الذي سقط الله سبحانه وتعالى خلال هذا الفيروس الذي لا يكتفينا حتى بالبشر، والذي ليس له حياة كحياة بكتيريا، وليس هو ترثوما حتى، هو أقل من ذلك، ويصنف ما بين الحياة ولا حياة، لأن هذا الفيروس إلا من خلال تطفل على الخيال دكتور فقط حتى نسمع صوتك بدون تقطعات، يعني يا ريت تقرب شوية السماعة، يعني ميكروفون السماعة حتى نسمعك بدون انقطاعات، تفضل. تمام. فإذا نحن بصدد تغيير حقيقي العالم، نحن أمام داعي كبيرة جدا على الاقتصادية والاجتماعية، هناك قطة ستنهار ما سوف حقيقة الفيروس من قناعات الناس.
اسمح لي فقط دكتور، لكن ربما يبدو أن زملاء سيحاولون الاتصال بك عبر الهاتف حتى يصلنا صوتك بدون انقطاع عبر الهاتف. طبعا نتأسف، ربما كنا نريد أن تبدأ هذه المقابلة بنوعية صوت أحسن حتى نسمعك وحتى نسمع أيضا تحليلاتك ونصائحك للجمهور طبعا الذي يشاهدنا، طبعا حتى نبقى ربما مع طبعا صور ربما تصلنا الآن على الهواء مباشرة من ولاية وهران حول قضية الدخول، قضية دخول الحجر الصحي ومنع التجول إلا بتصريح في هذه الولاية. طبعا وهران هي ضمن الولايات التسعة التي يشملها الحجر الصحي، طبعا هذه الصور كما نرى تأتينا من ولاية وهران، طبعا الشوارع تبدو خالية، من كان يتصور أن هذه المنطقة منطقة الواجهة البحرية في وهران المعروفة والمشهورة بأنها ذات حركية كبيرة تجارية، وحتى العائلات طبعا سواء في نهاية الأسبوع وحتى في أيام الأسبوع أيضا تشهد حركية. هذه شوارع ولاية وهران بعد إعلان بداية الحظر الصحي وحظر التجول في هذه المدينة، طبعا تبقى فقط هذه المركبات، طبعا هذه مخصصة للنظافة أو تلك التي تحمل تصاريح خاصة بشأن التنقل. طبعا تبقى دوريات الأمن المختلفة سواء الأمن الوطني أو الشرطة أو الدرك الوطني تسير دورياتها في هذه المنطقة. طبعا هذه الصور رصدها مراسلنا من وهران الزميل مراد بوعالية الذي رضوان بوعالية طبعا الذي تجول بعد بداية حظر التجول في هذه المدينة، مدينة وهران. طبعا هذه دوريات الشرطة بمركباتها وأفرادها تتنقل بسرعة منخفضة في شوارع المدينة حتى ترصد الأجواء حتى تسهر فعليا على التنفيذ الفعلي لحظر التجول طبعا الذي فرضته الأوضاع الخاصة بشأن انتشار وباء كورونا في الجزائر، وتبقى الإجراءات الردعية حتى يتم الامتثال وحتى تكون خطة المواجهة تسير على أحسن ما يرام. طبعا هذه الحواجز الأمنية التي تقوم بها مصالح الأمن من شرطة ومن درك في مختلف مقاطع المدينة وشوارع المدينة سواء كانت الشوارع الرئيسية وحتى الفرعية، طبعا حتى تتبين وحتى تفحص من لديه سببا وجيها للخروج طبعا، وهذه ربما مصالح وصالح البلدية في وهران تقوم بعمليات التعقيم طبعا بمرشات فيها معقمات وتقوم برش الشوارع. إن شاء الله نتمنى هذه الجهود إن شاء الله أن تكلل بالنجاح وحتى يكون الجميع كل في مكانه كل في وظيفته من أجل القضاء على هذا الفيروس. طبعا هذه هي الحواجز الأمنية التي تقوم بها مصالح الأمن تقريبا مثل ما هنا في العاصمة أو في ولاية أخرى، هذه سيارات الدرك الوطني هي الأخرى تقوم بنفس الواجب وبنفس الوظيفة. طبعا هذه الحواجز يتم إيقاف جميع السيارات مثل ما حاصل هنا في العاصمة، وحتى ربما مشاهدين في مختلف ولايات الوطن قد يعني لاحظوا هذا لمن أجبرته ظروف العمل أو ظروف أخرى للتنقل ليلا، لا سيارة تمر، يعني الحواجز تعمل باستنفار تام، يعني جميع السيارات يتم فحصها، يتم طلب التراخيص، وإذا عندك ترخيص ربما ستبقى يعني تمضي إلى أين أنت ذاهب وأين أنت ماض، لكن ما عندكش ترخيص سوف تقع على عاتقك العقوبات طبعا المعروفة، وبالتالي ولا أحد من المواطنين ولا أحد من الشباب ربما الذي يقول ممكن وممكن، لا ممكن ولا شيء، جميع الطرقات السلطات الأمنية الشرطة ودرك في تقريبا جميع المناطق منتشرة تماما، جميع الطرقات تسهر على التنفيذ الصارم أقول لمثل هذه التعليمات، وتبقى دائما هذه لمصلحة الجميع، هي ليست إجحافا ولا إنقاصا من الحريات، بل هو ظرف عام ليسنا نحن فقط، في أوروبا ربما الغرامات أصبحت باهظة جدا، يويلك وسود ليلك مثل ما يقال أن تنتهك هذه الإجراءات وأن تذهب وأن تتنقل من دون رخصة بتعليمات واضحة جدا. طبعا مع أنه الأمور ربما
التي تسهل حياة المواطنين تبقى متاحة لها، سواء نقل السلع والبضائع. عندك مريض، طبعا هذا المريض أين هو؟ هو موجود، هو أيضا هو كمبرر للخروج. عندك وصفة طبية معينة، عندك أمر طارئ، طبعا هذه قوات الأمن ستتعامل معك بمرونة، مش راح تظلمك ولا راح تحد من حرياتك وتقول لك أبقى هنا ولا تتحرك. بالتالي إذا ما عندكش لا تصريح ولا شغل ضروري، هنالك يتم تطبيق العقوبات. طبعا نذكر مشاهدينا الكرام أنه هذه الصور التي نشاهدها تأتينا من ولاية وهران، والإجراءات تطبيق الحجر الصحي وحظر التجول في هذه المدينة. طبعا تبدو الشوارع خالية تماما، الامتثال أحيانا في الأيام الأولى ربما بحق أو بباطل، البعض يقول أنه ما فهمش التعليمات وما زال ما حسش بهذه التعليمات أو أنه تفاجأ ونسى على روحه. طبعا ممكن السلطات الأمنية تمد هذا كمبرر، لكن بعد مرور يومين أو ثلاثة الأمر يتغير، لأن الجميع يعلم، الجميع يتعود، الجميع يطبع مع هذا الوضع. وبالتالي ندعو الجميع خصوصا فئة الشباب، يعني لا داعي للمكابرة ولا داعي للمغامرة ولا داعي ربما لإزعاج قوات الأمن والتي تقوم بواجبها في هذه الظروف، لأنه الأمور تسير بصرامة شديدة، وبالتالي ما فيش ولا واحد يروح ويخرج. طبعا هذه مصالح البلدية كما شاهدناها ربما هنا في وهران وأيضا في مناطق أخرى، حتى في العاصمة نشاهدها تتنقل بين الأحياء حتى تقوم برش مختلف الشوارع، مختلف المحلات ربما، أو الأماكن التي يتواجد فيها مواطنون بشكل كبير جدا. طبعا هذه هي ربما الصور التي تأتينا من ولاية وهران. ربما عندنا فيديو نعود إلى البروفيسور سي أحمد مهدي، شهيد الصحة، شهيد الواجب الذي ودعناه اليوم، ربما توفي اليوم. هذا الفيديو مشاهدينا الكرام آخر فيديو تم تسجيله لهذا المرحوم، وهو على ما أعتقد في محاضرة أو في لقاء مع الزملاء. طبيعته هو كما هو معروف وكما أخبرنا به طلبته وزملائه في البوليدة، عنده شخصية مميزة، شخصية لامعة، لما يحاضر لما يتكلم هو عنده المعية، عنده حضور جد طاغي. نشاهد صور المرحوم. dire combien je suis fier de partir, puisqu'il me faut un départ quelque part. Dans la vie, tout a une fin. À partir, pourquoi? Parce que, comme disait Martin Luther King, j'ai fait un rêve. Moi, je disais, j'ai réalisé un rêve. J'ai réalisé mon rêve, c'est celui de chirurgien. J'ai réalisé mon rêve, c'est celui de avoir fait évoluer les choses. Nous avons pu introduire la chirurgie stéthoscopique. Et dans ces aspects, parfois les plus pointus, tels que le prélèvement à partir de rein, à partir du cerveau, percéloscopique. Nous avons la fierté d'avoir introduit la célioscopie aussi, même dans la chirurgie hépatique. Et qu'on le veuille ou non, nous sommes le premier service à avoir commencé cette activité. Encore un domaine qui fait que j'ai réalisé mon rêve, c'est celui de la chirurgie célioscopique pour le côlon. La greffe, bien sûr, la greffe. Il me manque un petit aspect sans lequel je me considérais comme un peu brimé, c'est celui de la greffe hépatique à partir du donneur cadavérique. Car je vous assure que pour introduire le donneur cadavérique, il a fallu des efforts extraordinaires, il payait de sa personne. Et regardez Mustapha qui souffre, qui peine à ce sujet. Regardez Orange, j'y reviens, j'en reviens. Où effectivement des difficultés immenses se mettent parce que quoi de plus important que l'investissement individuel? Les textes, les immeubles, les décisions, les lois ne font pas tout. Tout, c'est l'homme qui fait tout. مشاهدين الكرام، اللي كان ما عرفش هذا الرجل واللي ما شهدش ربما أمور معينة مع هذا الرجل، الآن ربما في هذا المقطع يختصر جزءا من عظمة هذا الطبيب الجزائري، وكيفاش يعني الجزائري اللي عنده القلب، اللي عنده الإرادة الحقيقية كي يقدم الأحسن وكي يقدم الأفضل. يعني إنسان وكأنه يتحدث على قطاع الصحة وعلى الجراحة، وكأنه يتحدث على أمور خاصة ببيته، كأنها خاصة بأولاده. طبعا هذا هو الشهيد اليوم العظيم سي أحمد المهدي، ألف 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 رحمة على روحه الطاهرة. طبعا الآن يعود معنا من لندن الدكتور محمد النجار، طبيب الأسرة. أهلا بك دكتور مجددا.
أهلا بكم جميعا وتحية لأهلنا وأحبائنا في الجزائر الحبيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الجميع بخير وأن تبقى هذه البلاد طيبة. أمين. وجميع العالم بحول الله دكتور. المشاكل. نعم. إن شاء الله جميع العالم إن شاء الله تفوت علينا هذه الظروف الصعبة. دكتور الآن نمر مباشرة إلى موضوع الأسرة والحجر المنزلي، ما هي أهم الاستحقاقات الصحية التي تقع على الأسرة خلال هذه الفترة؟ طبعا بداية ومن خلال يعني ديننا الحنيف وما أوصانا به رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الوباء إذا حل في أرض فلا يخرج أهل هذه الأرض إلى خارجها ولا يدخل إليها أحد من الأماكن الأخرى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حقيقة الطب الآن وخاصة المهتمون بشؤون الصحة العامة يوصون بالحجر الصحي، بحيث أن الناس يجب أن يمتنعوا تماما عن الخروج من المنازل، وأن لا يكون هناك أي احتكاك وأي تماس بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي شخص آخر، لأننا لا ندري إن كان هذا الشخص مصاب أو غير مصاب. حقيقة هذا الفيروس ينتقل عن طريق الهواء، وينتقل عن طريق الملامسة، وينتقل أيضا عن طريق الدم. هناك أشكال كثيرة وسهلة لانتقال هذا الفيروس، فالحد من انتشاره هو واجب شخصي وواجب جماعي، وواجب علينا جميعا للحفاظ على صحتنا وعلى أولادنا ومستقبلنا. وهناك يعني نواحي كثيرة في هذه الحياة يمكن أن تتأثر من خلال هذا الوباء الذي يمكن أن يضرب كل نواحي الحياة. أهمية الحجر ربما دكتور، هذا في أهمية الحجر دكتور، لكن لما يتم تنفيذ هذا الحجر والامتثال لأوامر الحجر ولتعليمات الحجر، الأسر تبقى في بيوتها، واقع ربما جسماني مختلف، واقع نفساني مختلف، واقع غذائي مختلف، العادات اليومية من أكل ونوم وراحة ورياضة تختلف. الآن ما هي أهم الأمور الصحية التي ينبغي على العائلات التي تشاهدنا الآن أن تأخذها بعين الاعتبار؟ نعم، بداية يعني المحافظة على الهدوء وعدم يعني الخوف من هذا الأمر، خاصة في العائلات الصحيحة التي أعمارها ليست يعني في ما يتجاوز 60 أو 70 أو 80، لأن كبار السن هم الأكثر عرضة. وبشكل عام الناس الذين لديهم عوامل خطورة من أمراض قلب وسكري وكلية وارتفاع في الضغط الشرياني هم الأكثر عرضة لهذا الداء. ولكن مع ذلك التوصيات العامة هي أن نبقى في البيوت أولا، أن نحافظ على تغذية جيدة بداية، الحركة يجب أن تستمر، لا أن نجلس في البيت وأن نشاهد التلفزيون ونلعب الألعاب التي ليس فيها جهد عضلي أو فيزيائي. يجب أن يكون الطعام صحي ونافع وفيه كل ما يرفع المناعة ويؤدي إلى حالة جيدة يمكن أن تقاوم هذا الفيروس وهذا الوباء إن لا سمح الله أو لا قدر الله أصبنا به. إضافة إلى أننا وخاصة من لديه مشكلة صحية كالداء السكري أو ارتفاع الضغط الشرياني أو أي مشكلة صحية، يجب أن يحافظ على مستوى منتظم من السكر، يجب أن يحافظ على ضغط طبيعي من خلال تناول الأدوية في أوقاتها وبشكل منتظم دون يعني أن يكون هناك مشكلة في يعني الحالة الصحية بشكل عام. نعم. يجب أن تغسل اليدين وتغسل ما يبدو من الوجه خاص ما يبدو من الجسم خاصة الوجه بشكل كامل. يجب أن نستخدم المعقمات والمطهرات كلما خرجنا من البيت أو كلما لامسنا سطح لا ندري يعني أهو نظيف، أهناك فيروسات يمكن أن تكون موجودة أم لا. نحن يعني أمة المسلمين محظوظون كوننا نتوضأ 5 مرات، وكثير من يعني الأطباء البريطانيين والإنجليز قالوا لنا كأطباء زملاء لهم أنتم أيها المسلمون محظوظون، وأنا أحدهم قال لي أنتم أنظف أمم الأرض.
هكذا هكذا بالحرف الواحد. وقال يعني بروفيسور إنجليزي لصديق يعمل في أمراض القلب، قال له إذا كانت نسبة الإصابة كبيرة عند كل الأمم فيجب أن تكون هي الأقل عند المسلمين لأنهم يغتسلون أو يتوضؤون كل يوم 5 مرات. إذن غسيل اليدين والأجزاء الظاهرة من الجسم هذا أمر مهم جدا. الأمور التي يجب أن نلتزم بها حقيقة وهي موجودة في موروثنا الثقافي والاجتماعي وآباؤنا وأمهاتنا وأجدادنا دائما يوصون بها، على رأسها العسل والزنجبيل وزيت الزيتون والخل. وهنا أقف تحديدا عند موضوع الخل. الغرب يستخدم الكحول ونحن نستخدم الخل، لأن الفيروس لديه تركيبة بروتينية شحمية لنقل. نعم نعم، ربما لضيق الوقت، ربما الجانب النفسي دكتور، كيف يمكن ربما اضطراب النوم واضطراب مختلف النشاطات اليومية تؤثر على الجانب النفسي؟ باختصار في أقل من دقيقة دكتور، كيف يمكن أن نبقي الصحة النفسية بحالة جيدة ونحن في الحجر تقريبا، لأن الجانب النفسي هو أكثر الجوانب تأثرا؟ نعم، يعني يجب أن تستمر الحياة ويجب أن يعطى تعطى الناحية النفسية حصتها من كل ما يمكن أن يرفع معنوياتنا بشكل عام. أن تستمر العائلة في يعني روتينها وأن تقوم بالرياضة المناسبة، أن تجتمع في الأوقات، أوقات الطعام، أوقات الصلاة، أن نبعث روح التفاؤل والروح الإيجابية فيما بيننا، أن نعتبر هذا الأمر أمرا يعني خير من الله سبحانه رب وتعالى، رب ضارة نافعة. نعم، أن لا نعتبر هذا الأمر مصيبة وحلت علينا أو كارثة وحلت علينا. يجب أن نستفيد من هذا الوقت، يجب أن نمد أواصر الصلة بين بعضنا البعض ونفهم بعضنا البعض إن شاء الله، ونتقرب من بعضنا البعض أكثر وأكثر إن شاء الله. السلامة لنا ولكم إن شاء الله. الدكتور محمد النجار طبيب المختص في طب الأسرة من لندن، أشكرك جزيل الشكر دكتور. طبعا بعد فاصل قصير مشاهدين الكرام نعود إلى قضايا الكورونا في الجزائر وأهم التعليمات وأهم ما يمكن أن يقدم من نصائح فيها، وطبعا نشاهد بعض الظواهر ربما في العالم التي تغيرت بفعل الكورونا بعدما اجتاح تقريبا معظم الدول. مشاهدينا فاصل ونواصل. عدنا مجددا مشاهدينا الكرام، استوديو الجزائر مستمر معكم على الهواء مباشرة. طبعا الحديث عن الكورونا وماذا يمكن أن نتحدث إلا عن الكورونا في هذه الأيام طبعا، لكن جوانبها متعددة، أحيانا فيها أخبار وطنية وتصريحات وطنية، أحيانا أخرى نتحدث عن العالم وما يحصل في العالم والجداول الجديدة والإحصائيات الجديدة. طبعا سنستعرض بعد قليل الجدول تطور الكورونا عبر العالم ونعطيكم الأرقام التي تجري حاليا التي تسجل حاليا، لكن قبل هذا أرحب بضيفي عبر سكايب من ليون بفرنسا الدكتور حسام كوريب، وهو طبيب مختص في أمراض الشيخوخة. مساء الخير دكتور كوريب. مساء الخير. مساء النور. طبعا مثل ما ذكرت سوف نستعرض الآن الأرقام، أرقام الكورونا في العالم. طبعا الآن قبل قليل وزارة الصحة الفرنسية قبل ثواني قليلة تعلن عن تسجيل 4376 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وإجمالي الإصابات يصل إلى 44550، هذه في فرنسا حسب ما جاء في العواجل حاليا. لكن الآن نستعرض هذه الأرقام العالمية، الآن الحالات الإصابة المؤكدة عبر العالم وحتى الآن أي حوالي الساعة 10:17 بتوقيت الجزائر 775635 إصابة، الوفيات 37252 حالة وفاة التي تم شفاؤها نهائيا 168403 حالات. طبعا أما عدد الدول أو الأقاليم التي مسها الكورونا فهي 204 تقريبا، بقيت ربما بعض الجزر المتناثرة في المحيطات فقط من لم تصلها الكورونا في هذه الفترة. أما بالنسبة للدول أو أكبر الدول أو أكثر الدول التي أصابتها الكورونا، الولايات المتحدة الأمريكية ب 160085 حالة، الوفيات
2963 التي تم شفاؤها 5595. طبعا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس الأمريكي تم طرح سؤال يعني توجيهه له بشأن الإصابات، وقالت له الصحافة الأمريكية: يا سيد الرئيس، بلادنا تشهد أكبر عدد من الحالات. قال: لا، الأمر هنا يختلف، لأننا في الولايات المتحدة الأمريكية نحن أكثر بلد يجري تحاليل الكورونا، وبالتالي تظهر حالات الكورونا في عندنا أكثر من أي بلد آخر. طبعا هذا تبرير ترامب، لسنا ندري إذا كان تبريرا صحيحا أم لا. إيطاليا 101739 حالة، عدد الوفيات في إيطاليا يقفز 11591، أما من تم إعلان شفائها نهائيا ف 14620 حالة. إسبانيا 85282 إصابة، عدد الوفيات 7439 حالة وفاة، طبعا تأتي هي الثانية بعد إيطاليا. وما تم إعلان شفائهم 16780 حالة. الصين التي ظهرت فيها الكورونا تقريبا الأرقام لم تتغير بشكل كبير أو ملحوظ طيلة ربما أسبوع على الأقل، 81479 حالة إصابة، وعدد الوفيات 3304 وفاة. أما من تم شفاؤهم في الصين، لنقارن ربما الكورونا، 81479 حالة إصابة، 75784 شفاء في الصين. ألمانيا 66773 الوفاة، الوفيات 641، شوفوا نسبة الإصابة ونسبة الوفيات في ألمانيا، وعدد الحالات التي تم شفاؤها 16623. طبعا الدول الأوروبية التي عندها وحدة سياسية، وحدة في السياسة الخارجية وحتى دفاعية، لكن صحيا كل دولة وحالتها، كل دولة وعدد الوفيات. فرنسا 44550 عدد الوفيات 3024، الشفاء 7927. إيران 41495 حالة إصابة مؤكدة، الوفيات 2757، الشفاء 13911. بريطانيا المملكة المتحدة 22141، الوفيات 1408، الشفاء 135. سويسرا 15760، 348 وفاة، 1823 شفاء. بلجيكا 11899، 513 وفاة، 1527. هولندا 11750، 664 وفاة، 864 وفاة، 250 شفاء. طبعا هذه هي أهم الدول وهذه هي أهم الأرقام كما تظهر حاليا وكما هي نشاهدها حاليا في الشاشة. طبعا دكتور حسام كوريب، هناك سؤال يطرح بخصوص عدد الإصابات وعدد التحاليل، وأيضا في الفرق بين أعداد الوفيات بين الدول الأوروبية. تقريبا نجد مثلا أنه في ألمانيا أعداد كبيرة من الإصابات، لكن الوفيات قليلة وقليلة جدا مقارنة مع باقي الدول. ما التفسير ربما؟ أولا شكرا على الاستضافة. أهلا. وأتوجه بتعزية الأسرة الطبية على فقدان الشهيد البروفيسور سي أحمد في مدينة بليدة. ربي يرحمه إن شاء الله ويصالح. فيما يخص السؤال، بالنسبة لي في ألمانيا وكوريا الجنوبية هما الدولتين اللي يقوموا بلي تيست، يتستيوا أكبر عدد من المواطنين. في ألمانيا 500,000 في أسبوع، في كل أسبوع. إذن هذا ما يفسر هذا التباين بين الدول الأوروبية. إذن من اليوم نستفادوا من هذه الخبرة في ألمانيا والخبرة في كوريا الجنوبية. ولهذا بالنسبة للجزائر، وهذا ما يهمنا، هو لازم يكون قرار شجاع من الدولة باش يسرحوا لتيست رابيد. لأن المشكل اليوم في لانسيتي باستر العدد الإجمالي 100 تيست، وهذا غير كافي، يكاد يكون منعدم. دكتور، لكن يقول لك البعض أو يقول لك المسؤولون هناك: ما عندناش الوسائل، هذه طاقتنا.
هذا اولا هما يقوموا بالبي سي ار، دونك هذا البي سي ار التحاليل القديمه اليوم راه كاين في السوق متوفره وبكثره لي تيست رابيد نقدروا نشريهم من الصين او من كوريا الجنوبيه، وفي ظرف 10 دقائق او 15 دقيقه نقدروا نعرفوا اسكو الانسان عنده الكورونا ولا ما عندوش. اذا ما فهمناش علاش هذا الغلق، ولماذا الدوله الجزائريه ما مشاتش الى شراء هاد لي تيست رابيد. ربما فيه مجهودات او فيه تصريحات حول هذا الموضوع دكتور كوريب، لننتظر ربما الايام المقبله ماذا ستسفر عنه هذه الاجراءات الجديده، خصوصا انه تم الحديث عن استراتيجيه جديده في قضيه التحاليل وفي قضيه انه سوف تكون هنالك مؤسسات اخرى عندها صلاحيه اجراء التحاليل بالاضافه الى معهد باستور وفروعه. طبعا ربما دكتور حسام قريب الحديث عن الأطقم الطبية، وأنت بدأت مداخلتك ونحن بدأنا الحصة بالترحم على الشهيد سي أحمد مهدي، حتى في الكثير من دول العالم هناك احتفاء كبير، هناك تقدير كبير، هناك ربما إعادة نظر في أهمية الطبيب، في أهمية الأطقم الطبية والجهاز الطبي والتجهيزات الطبية. اليوم ربما في الماضي كان العالم أو دول العالم تتباهى بعدد الجنود، بعدد حاملات الطائرات، بعدد الطائرات، بعدد الدبابات والأسلحة. اليوم أصبح التباهي بالأطباء، أصبح التباهي بالممرضين، أصبح التباهي بسائقي سيارات الإسعاف، وأصبح التباهي أيضا بأجهزة التنفس وبأجهزة إجراء التحاليل. ربما صور سنشاهدها يعني تم تصويرها من مانهاتن في قلب نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، كيف خرج السكان هناك إلى شرفات منازلهم لتحية الأطقم الطبية، لرفع القبعة لهذه الأطقم التي تتواجد حاليا في الصف الأول لمواجهة هذا الوباء العالمي. طبعا نيويورك هي أكثر الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر إصابة بالكورونا، تقريبا هي النصف وباقي الولايات نصف الحالات طبعا، وتتواجد حاليا في وضعية صحية. المارينز جابوا سفينة كبيرة من أجل أن تكون مستشفى إضافي للمدينة، تصوروا نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية التي نشاهد أبراجها، التي نشاهد إمكانياتها، التي تبهرنا بأضوائها، يعني أرسلت نداء للسلطات حتى تعطيها مساعدة إضافية، حتى تدخل الجيش الأمريكي وجاب سفينة، وحتى الآن الأمور لم تحسم، ما زالت المخاوف. قبل ساعات كان محافظ نيويورك يرسل النداءات ويقول أغيثونا أغيثونا، الكورونا أخلطت علينا كل شيء. دكتور حسام كوريب، يعني التعليق على الصورتين بين التقديرات حاليا للأطقم الطبية ولدورها، وأيضا لقضية أنه حتى الدول الأخرى الكبرى تبدو يعني مصدومة من الكورونا وانعكاساتها. أولا أستاذي، الأطباء في الجزائر والممرضين ما يحتاجوش الدعم من الشعب، لأنهم هما راهم في المستشفيات وراهم متطوعين باش يقاوموا ويحميوا الشعب الجزائري. الآن يحتاجوا أننا نحميوهم. كيفاش نحميوهم؟ نوفروا لهم الإمكانيات. كاين مستشفيات اليوم في الجزائر ما عندهاش لي ماسك، هذه الحقيقة، لأن يعني في اتصال مع الأطباء على المستوى الوطني. إذا الآن لازم في سيتيون إيرجونس لازم نوفروا لهم لي ماسك. ثانيا باش نحميهم لازم نقوموا بأكبر كم من التحاليل، إذا لازم نوفروا لهم تيست رابيد، لأن الطبيب اليوم أي طبيب اليوم في الجزائر سألوه يقول لك راني موجود وراني موجود نتحمل المسؤولية ونكون في الأم في الصفوف الأولى، لكن أعطوني لي موايان، أعطوني الإمكانيات.
هذا هو الشيء اللي راه اليوم يطالب به الطبيب ويطالب به الممرض في المستشفيات. وبالتالي انتم ربما قمتم بمبادره وحصلتم على تصريح من وزاره الصحه. اولا اشكر وزاره الصحه اللي عطاتنا لوتوريزاسيون باش نقدروا نعاونوا في المستشفيات الجزائريه. عاود فكرنا شوي في المبادره، عاود فكرنا دكتور. المبادره هي ان تم اقتناء لدي تيست، تم اقتناء ايضا دي ماسك، دي كاميزول ومعدات اخرى باش نساهموا كمجتمع مدني لمساعده الاطباء الجزائريين في المستشفيات. وكما قلت استاذ، هذا حتى في فرنسا او بلجيكا او الدول الكبرى المجتمع المدني يساهم الى جانب الدوله باش يعاون في المستشفيات. نعم طبعا هذه المجهودات ربما عندها جانبين، جانب اول هو قضيه جمع التمويلات، وثانيا كيف يعني نصل اليها عند المصنعين وعند البائعين. نعلم انه فيه ضغط كبير وفيه طلب كبير على هذه التجهيزات، خصوصا من الدول حاليا مثل الصين وكوريا الجنوبيه واليابان اللي ما زالت يعني وعادت لحركيتها الصناعيه والتجاريه. كيف يمكن ان تتغلبوا على هذين العاملين دكتور؟ شكرا استاذ. من الاول راه عندي مشكله، راه يعاود يولي الصوت فاعذرني، يعني مانيش نقدر نتكلم كلمة الاز. بالنسبه لهذا المشكل، كل دول العالم تتنافس اليوم من اجل اقتناء الاشياء اللي يحتاجوها الاطباء في المستشفيات. فاحنا الحمد لله كاين رجال سهلوا لنا المهمه باش نقدروا نجيبوا المعدات اللازمه. إذا اللي خاصنا اليوم هو الدعم المادي. وفي أقرب الأوقات، لأن حتى الكمية اللي رانا جايبينها إن شاء الله من الخميس أو السبت ماكسيموم تكون موجودة في المستشفيات، لكنها غير كافية. نعم نعم. إذا نحتاج إلى الدعم المادي. وبالتالي هذا هو الدعم الذي يطلبه ربما الأطقم الطبية، خصوصا أنه ربما وأنا أتحدث إليك أنه إسبانيا تنكس الأعلام. طبعا ربما الإصابة بالكورونا هذه منذ أسابيع وإسبانيا تعيش هذا الكابوس، لكن السبب اليوم هو إصابة أكثر من 12 ألف من الأطباء والممرضين بداء الكورونا. يعني المداوون يحتاجون إلى دواء في إسبانيا وفي هذه الدول. ربما أيضا من مفارقات الكورونا أنه فيه أيضا سفينة كانت تنقل الركاب وتمر من بلد إلى بلد، وكانت الأمور ماشية والحياة مستمرة، لكن بسبب الكورونا هذه السفينة الضخمة العملاقة التي وكأنها مدينة عائمة لم تجد ولا دولة واحدة تستطيع أن تستقبلها، فقط لأنه فيها حالات إصابة بالكورونا، وتم تسجيل 4 وفيات ضمن ركاب هذه السفينة، سفينة زاندام كما نرى مشاهدينا في هذه الصور، ولا دولة استطاعت أو قبلت بأن تستقبلها. حتى الدولة التي انطلقت منها والدولة التي كان من المفروض أن ترسو فيها وأن تنقل الركاب إليها رفضتا استقبالها، وبقيت يعني كالمتشردة الهائمة وسط البحار بلا أي وجهة ربما تستعد لأن تستقبلها. وكأن دول هذه رحلة هذه السفينة تبين بأن جميع دول العالم في حيرة من أمرها، جميع دول العالم تعاني، وكأن هذه الدول بعضها دول أوروبية، أمريكا، دول متقدمة جداً، كلها تقول لا حاجة لي لاستقبال هذه السفينة، مثل ما يقال بالدارجة الجزائرية، اللي فيها يكفيني. وبالتالي أصبحت هذه السفينة وحتى سفن أخرى قبلها ربما تؤشر إلى مدى القلق، إلى مدى الارتباك الذي يعيشه العالم اليوم. دكتور كوريب، وش تعليقك؟ أنا بالنسبة لي الأمور خطيرة حتى في أكبر الأنظمة. شفتوا اليوم حتى في فرنسا من أحسن الأنظمة الصحية في العالم، ولكن الأمور تجاوزت حتى الدولة الفرنسية. لماذا؟ لأن كان هناك استهزاء بما جرى في إيطاليا أو في الصين. لهذا ما نش حابين هذه التجربة اللي أنا عايشينها في فرنسا يعيشوها أخواننا في الجزائر. إذا اليوم عامل الوقت مهم. أولا يجب حماية
الطاقم الطبي والممرضين باش نحميوهم، نجيبو نوفروا لهم الوسائل لي ماسك FFP2 لي ماسك شيروجيكو او الاشياء ولي تيست. ولهذا ما نقدروش نزيدو نستنى لانسيتي باستور يزيد انستالي في وهران ولا في قسنطينه او في عنابه، الوقت ما بقاش. اليوم كوريا الجنوبيه دارت لي تيست رابيد ولهذا قدرت تسيطر على الفيروس كالمانيا، والمنظمه العالميه للصحه كاين دي تيست رابيد اليوم راهم ركونيو. وعندنا ناس من عندنا جزائري من المانيا يقدر عنده يجيب لنا كميه كبيره من الصين، هذا من اولاد الجزائر نقدر نذكر ما سميتو السي حسين. اذا اليوم يجب تكون هناك اراده سياسيه باش تخليو المجتمع المدني يساهم بجانب الدوله الجزائريه باش نوفروا لهم لي تيست رابيد. اذا احنا اليوم عندنا 500 حاله او 600 حاله، لكن هذا مش هذا هو العدد الحقيقي. فعلا نعطيك حاجه استاذ اذا سمحت باختصار فقط، بقيت اقل من دقيقه. باختصار فقط، اليوم ان انفيرمي عنده كورونا وعنده دي مانيفيستاسيون ريسبيراتوار، راح الى مستشفى بني بسوس ورفضوه في بني بسوس. اذا كاين مشكل. شكرا. بالنسبه للفلسفه ان شاء الله كيفاش رانا نتعاملوا مع هذا الفيروس. شكرا دكتور، ربما نداءك للمواطنين، نداء ربما في اخر الحصه، ماذا تطلب من المواطنين؟ اطلب من المواطنين الالتزام بالحجر، ولازم يعرفوا بلي الامور خطيره، وبلي حتى الشباب اليوم، انا واحد صديق ليا طبيب عنده 40 سنه اليوم راه في الانعاش في الريانيماسيون، اذا لازم يعرفوا بلي هذا ماشي خاص غير بالمسنين فعلا، ولازم نتحملوا مسؤوليتنا جماعيا، إن شاء الله. لان اذا تسببت في انتقال الفيروس الى انسان اخر فانت مسؤول امام الله. اذا يجب ان تكون الوسائل الوقائيه نقعدوا في ديارنا لو طون اللي يفوت هذا الفيروس ان شاء الله. شكرا شكرا. ربي يفرج على البلاد. نعم، ربما حتى نحفظ مسيره وحتى نحفظ الهدف الذي استشهد من اجله سي احمد مهدي، البروفيسور سي احمد مهدي الذي توفي اليوم، الذي استشهد اليوم، وقبله ربما سائق سياره الاسعاف وعمال الصحه الذين يناضلون ليل نهار من اجل حمايتنا. ينبغي لنا ان نلتزم بالتعليمات، ينبغي لنا ان نلتزم بالحجر، ينبغي لنا ان نلتزم بنظافة الأيدي والنظافة بشكل عام. شكرا لكم ضيوف الكرام، الدكتور حسام كوريب الطبيب المختص في أمراض الشيخوخة في ليون بفرنسا، وقبله كان معنا الدكتور محمد النجار طبيب المختص في طب الأسرة من لندن، وأيضا البروفيسور عبد المؤمن مكي عالم الفيروسات في ليون وأيضا خبير بمنظمة الصحة العالمية. شكرا لكم جميعا، شكرا للزملاء التقنيين، شكرا لكم مشاهدينا، سلام الله عليكم.